باسم الاب والابن والروح القدس الاله واحد امين. اهلا بكم يا شباب. حلقتنا النهارده اللي بنتكلم فيها برضو عن ازاي نقرب من الزمن الجميل. عايز اكلمكم حلقه عن المجال المغناطيسي. مجال المغناطيسي، احنا عارفين انه المجال المغناطيسي هو المكان القريب من المغناطيس ويأثر على كل المنطقه اللي حواليه بس مش متشافه. يعني لو في مسمار او دبوس قرب هنا يروح على طول لازق في يجذبه كده جواه. والفكره دي لازم نتعلم منها درس حلو جدا جدا جدا، هو انه كل ما قربت من مصدر من المصادر الجذابه بصراحة كده مش هقدر امسك نفسي بعديها. نقدر نسميها الوسط اللي احنا موجودين فيه. حد من القديسين قال ايه؟ قال قول لي انت دلوقتي مع مين اقول لك حالتك الروحية ايه دلوقتي. قول لي انت مع مين دلوقتي انا اقول لك حالتك الروحية دلوقتي هي عبارة عن ايه. فمرة من المرات القديس بطرس الرسول كان قاعد مع المسيح والتلاميذ. المعية حلوة والمغناطيس اللي هنا حلو. سيد المسيح سأل سؤال، قال قولوا لي هو الناس بيقولوا ان انا مين؟ ناس قالوا له ده ايليا، وتلاميذ قالوا له بيقولوا عليك يوحنا المعمدان، واحد من الانبياء، وبطرس لانه في المعية الحلوة دي قال له انت المسيح ابن الله. قال له بطرس مش انت اللي عرفت الكلام ده، لانك انت في المعية، انت قريب من المغناطيس بتاع الروح القدس، فعشان كده انت بقيت بتشهد شهادة مظبوطة. نفس القديس بطرس الرسول بعد كام يوم قاعد في وسط جواري. اوه طبعا كده المعية ضعيفة، يعني لما يجي حد بقى يكلمه هنا هو يقول له قول لي انت شكلك تعرف المسيح. معرفوش مش انت اللي لسه قايل انت المسيح ابن الله. لما قديس بطرس كان موجود في المعية بتاعت التلاميذ يقول كلام حلو، في المعية بتاعت الجواري يتكلم زي الجواري. على شيء طبعا ده مش اقلالا من قداسة القديس بطرس الرسول، لكن عايزين نقول انه المكان المعية اللي موجودة، الوسط اللي احنا عايشين فيه، يقولوا انه الوسط ده عامل زي السائل اللي فيه لون. لو انا خدت حتة سفنجة وحطيتها في سائل لونه احمر تبقى لونها احمر، لو سائل لونه اخضر تطلع لونها اخضر. فالانسان بيتشبع وبيتأثر بالوسط اللي حواليه. يقولوا كمان هو ريحة. الريحة، عارفين انتوا ممكن ولد يجي من الكلية بتاعته مثلا، او حد جاي من شغله وتلاقي ريحته سجاير، مع انه بيشربش سجاير، بس الوسط ده وسط مدخن. وممكن واحد يكون راجع من القداس ريحته بخور، فهو الوسط اللي موجود فيه يأثر في ريحته، يأثر في لونه، يأثر في سلوكه. الحقيقة هي دعوة ان احنا نصادق القديسين، نقرب من الاماكن المقدسة. خلي اكتر وقتك تقضيه مع القديسين ومع ربنا ومع الكنيسة، وتبقى في مؤتمرات اسقفية الشباب، في مؤتمرات الكنيسة، عندك رحلات تبع الكنيسة. خلي دايما حياتك في مكان مقدس. اقول لك ايه؟ هقول لكم تعالوا كل واحد فينا يجرب ويقرب، يجرب من المعية المقدسة ويقرب من الزمن الجميل. ربنا يفرح قلوبكم.